السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا الحصاد الأسبوعي وإليكم أبرز العناوين. جامعة ورق لا تحيي الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. المديرية الفرعية للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية بجامعة ورق لا تنظم دورة تكوينية لمسؤولي مصالحها في كيفية تحضير التظاهرات الثقافية والرياضية. وفي النشاط العلمي ندوة جهوية لجامعة الشرق حول مشروع الإيزاغوف في جامعة ورق لا. وفي التعاون الجامعي مدير جامعة ورق لا البروفيسور محمد الطاهر حليلات يمضي اتفاقية مع المدرسة الوطنية للمهندسين وكذا مع مركز البحث في تهيئة الأقليم بقسنطينة. وتتابعون معنا أيضا جامعة ورق لا تحتضن حفل تخرج ثاني دفعة أطباء بقاعة المؤتمرات الكبرى. معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ينظم يوما دراسيا بعنوان أهمية الإسعافات الأولية والأمن والسلامة في الوسط الجامعي. جامعة ورق لا تحيي اليوم الوطني للصحافة. أهلا بكم إلى التفاصيل. والمستهل في إطار إحياء الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رسالة تهنئة إلى الأسرة الجامعية، وهذا كان نصها: تحل علينا الذكرى 68 لعيد الثورة التحريرية المجيدة المصادف للفاتح نوفمبر من كل سنة، ونحن نستشعر كل معاني الشموخ والعزة تقديرا لما قدمه شهدائنا الأخيار الأبرار الذين ابتدوا الوطن وضحوا بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة لأجلنا. وإذ استحضروا معكم عمق هذه المشاعر السامية في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، فإنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أتقدم لكل أفراد الأسرة الجامعية والبحثية والخدماتية في القطاع من أساتذة وباحثين وموظفين وطلبة بأحر التهاني وأزكى الأماني وأخلص التبريكات، راجيا من المولى العلي القدير أن يعيدها علينا وعلى الشعب الجزائري بالخير واليمن وموفور الصحة والهناء، وأن يديم على وطننا المفدى أمجاده وانتصاراته بمزيد من الرقي والازدهار في كنف الأمن والخير والسلام. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وفي السياق ذاته، نظمت جامعة قصد مرباح ورق لا صبيحة يوم 2 من نوفمبر 2022 بقاعة المؤتمرات الكبرى احتفالية مميزة بهذه المناسبة بحضور الأسرة الجامعية وعلى رأسهم مدير الجامعة البروفيسور محمد طاهر حليلات وكذا عمداء الكليات والأساتذة وكذا الموظفين. التقرير لهامل رائد الدين. في إطار إحياء الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية الفاتح من نوفمبر 54/900/2022، نظمت جامعة قصد مرباح بورق لا صبيحة اليوم 2 من نوفمبر 2022 بقاعة المؤتمرات الكبرى احتفالية مميزة بحضور الأسرة الجامعية على رأسهم السيد مدير الجامعة الدكتور محمد الطاهر حليلات والسادة عمداء الكليات والأساتذة والموظفين. استهلت فعاليات الحفل بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم ثم النشيد الوطني، ليقدم بعدها الإمام محمد الأمين بغابة كلمة بالمناسبة، ومنه ألقى الأستاذ سباق محمد الطاهر محاضرته الموسومة بذكرى وذاكرة أول نوفمبر، التي ذكر فيها مراحل نضال شهدائنا الأبرار إبان الثورة الجزائرية المباركة. هذه الاحتفالية تخللتها عدة نشاطات، منها مسرحيات ثورية بعنوان ثورتي من أداء طلبة فرقة نادي جسور الإعلامي، ومسرحية أخرى لبراعم ابتدائية هلال الجلالي سكرة، بالإضافة إلى عروض فيديو وقصائد شعرية وأناشيد قدمها طلبة الجامعة. اختتمت هذه التظاهرة بتكريم المشاركين والفائزين بالمراتب الأولى في مسابقات التي أقيمت بالمناسبة.
في إطار التعاون الجامعي عقد البروفيسور محمد طاهر حليلات ونوابه يوم 13 من أكتوبر 2022 اتفاقية بين الجامعة ورقلة والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، كما أمضى بتاريخ 19 من أكتوبر اتفاقية مع مركز البحث في تهيئة الإقليم بقسنطينة من أجل البحث في سبل التعاون المشترك والفعال من أجل تهيئة إقليمية شاملة. هذه الأوليدي والتفاصيل. في إطار التعاون الجامعي الدولي عقد لقاء صباحة يوم 13 من أكتوبر 2022 بمديرية الجامعة، جمع بين مسؤولي جامعة قصد مرباح ورقلة وعلى رأسهم السيد محمد طاهر حليلات ونوابه ومسؤولوه من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس التونسية، حيث تطرق الطرفان إلى مجالات التعاون بين المؤسستين، وتم على هامش هذا اللقاء الثري إبرام اتفاقية تعاونية مستقبلية في عدة مجالات نذكر منها: الحركة الدولية في إطار التبادل الطلابي طلبة الدكتوراه في إطار البرامج الدولية للبحث العلمي، وكذا التعاون بين فرق البحث بين البلدين. تم إمضاء مساء يوم الأربعاء 19 من أكتوبر 2022 اتفاقية في إطار الشراكة والتعاون بين جامعة ورقلة ومركز البحث في تهيئة الإقليم بقسنطينة، حيث تطرق الجانبان إلى سبل التعاون المشترك الفعال من أجل تهيئة إقليمية وشاملة. وللإشارة، فإن مركز البحث في تهيئة الإقليم مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين التهيئة الإقليمية المتعلقة على الخصوص بما يأتي: تنظيم الأقاليم والمدن وتسييرها وتطويرها من الناحية الفضائية والاجتماعية والثقافية الاقتصادية والبيئية، تأثير المخاطر الكبرى والظواهر المناخية على تهيئة الإقليم، الأقاليم الرقمية والمدن الذكية، وتطوير أدوات جديدة والمساعدة على أخذ القرار فيما يتعلق بالأقاليم وفقا لقواعد علمية مناسبة تهدف للتنمية المستدامة والمتجانسة. عقد بجامعة قصد مرباح ورقلة يوم 18 من أكتوبر 2022 الندوة الجهوية لجامعات الشرق الجزائري في إطار برنامج إيزاغوف بحضور مدير الجامعة البروفيسور محمد الطاهر حليلات ونائبه المكلف بالعلاقات الخارجية وجميع ممثلي جامعات الشرق. التقرير للميس تجاني. عقد بجامعة قاصد مرباح ورقلة يوم 18 أكتوبر 2022 الندوة الجهوية لجامعات الشرق الجزائري في إطار برنامج إيزاغوف بحضور مدير الجامعة البروفيسور محمد طاهر حليلات ونائبه المكلف بالعلاقات الخارجية الدكتور مراد قريشي وجميع أعضاء وممثلي جامعات الشرق. مشروع إيزاغوف مشروع أوروبي منسق من طرف الجامعات المتوسطية بمعية 12 جامعة جزائرية وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يهدف إيزاغوف التعليم العالي الجزائري في زمن الحوكمة الجامعية إلى تحسين ودعم إجراءات ضمان جودة الحوكمة في الجامعات الجزائرية من خلال بناء مشاريع مؤسساتها تمس مختلف المستويات، وذلك بالاعتماد على مكتسباتها وإنجازاتها. أهداف مشروع إيزاغوف الخاصة: دعم دور الجامعات في التعريف بمهامها الخاصة وذلك الانتهاج للاستقلالية من خلال تحديد مشروع خاص بكل مؤسسة منبثق عن التنسيق بين الفاعلين في الحياة الجامعية، دعم المهارات الاستراتيجية لمسيري الجامعة وموظفيها وإداريها، دعم إجراءات التقييم والجودة في المؤسسات خاصة فيما يتعلق بتقريب خلايا ضمان الجودة والتكوين البيداغوجي. نظم معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قصد مرباح بالتنسيق مع المديرية الفرعية للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية وبمشاركة مديرية الحماية المدنية يوم 25 من أكتوبر 2022 بقاعة المحاضرات المرئية يوما دراسيا بعنوان أهمية الإسعافات الأولية والأمن والسلامة في الوسط الجامعي. التقرير لأميرة بتاري. نظم معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قصد مرباح ورقلة بالتنسيق مع المديرية الفرعية للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية وبمشاركة مديرية الحماية المدنية يوم 25 من أكتوبر
2022 بقاعة المحاضرات المرئية يوم دراسي حول أهمية الإسعافات الأولية والأمن والسلامة في الوسط الجامعي، بحضور الدكتور مراد قريشي نائب المدير المكلف بالعلاقات الخارجية ومدير المعهد البروفيسور محمد مجيدي والطاقم البيداغوجي والإداري للمعهد وطلبة الجامعة بمختلف تخصصاتهم، حيث تهدف التظاهرة إلى تعليم مبادئ الإسعافات الأولية للطلبة والأساتذة والموظفين، توعية الأسرة الجامعية بأخذ جميع الاحتياطات الأمنية لسلامتهم داخل الحرم الجامعي وخارجه وفي الإقامات الجامعية كذلك. إذا عرف اللقاء في جزئه الأول إلقاء مجموعة من المحاضرات حول الإسعافات الأولية بصفة عامة، أما الجزء الثاني فقد خصص للجانب التطبيقي لعمليات الإسعاف. ما نخليش الراس يحضر حياة عكس لقيتوا باللي يطلعوا يا عم يقولوا باللي المقصامين يسحب من الكعبين وكذلك يسحب من تحت الإبطال. وفي خبر آخر، احتضنت جامعة ورقلة حفل تخرج ثاني دفعة أطباء 2015-2022 صباحة يوم 22 من أكتوبر 2022 بقاعة المؤتمرات الكبرى، حفل بهيج غمرته الزغاريد والهثة في الحار تكريما ل 35 طبيبا متخرجا. التقرير لبولهلا صوفيا. احتضنت جامعة ورقلة حفل تخرج ثاني دفعة أطباء 2015-2022 صبيحة يوم السبت 22 من شهر أكتوبر بقاعة المؤتمرات الكبرى، حفل بهيج غمرته تغاريد وزغاريد والهتاف الحار تكريما ل 35 طبيبا متخرجا الذين تلقوا تكوينا علميا طبيا بفضل تضافر جهود الإدارة وطاقم الأساتذة النبلاء، وكان بحق حدثا بارزا ومهما، كيف لا ووجود كلية للعلوم الطبية في ورقلة يتخرج منها الأطباء من أبناء المنطقة كان حلما راود أجيالا وأجيال. إذ تشرف الحفل بحضور مدراء ورؤساء الصحة المصالح الاستشفائية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني والأسرة الجامعية. افتتح الحفل السيد مدير الجامعة البروفيسور محمد الطاهر حليلات بكلمة ترحيبية لضيوف الجامعة وتهنئة الأطباء المتخرجين مع أخلص الشكر والتقدير والامتنان لكل من ساهم في التكوين بكل إخلاص والتزام، كما نوه بهذا الإنجاز والمكسب العظيم في تدعيم القطاع الصحي لمنطقة الجنوب الشرقي بهذه الطاقات والإطارات الطبية في مجال التكفل بالحماية الصحية للمواطنين، متمنيا لهم مشوارا يتوج بالتوفيق والنجاح في تأدية مهامهم النبيلة، مع التذكير بالالتزام بواجبات أخلاقيات المهنة باعتبار أن الطب مهمة إنسانية قبل كل شيء وفق كل اعتبار بعد أداء اليمين. كما تدخل عميد كلية الطب بكلمة استهل فيها تهنئة الأطباء المتخرجين ودعوتهم بالتحلي بالإخلاص والالتزام في مسارهم المهني بالتكفل الأمثل، كما أشاد المجهودات المبذولة من طرف الأساتذة الأجلاء المكونين لتلك الدفعة الرائدة التي تعد مكسبا للمنطقة. حاز الأطباء المتخرجين على تكريماتهم من قبل ضيوف الجامعة لتسود فيها أجواء مفعمة بالفرحة والسرور في محيا الطلبة وذويهم، وبعدها تم تأدية قسم الطبيب من طرف جميع الطلبة المتخرجين. وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال. نظمت جامعة قصد مرباح احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق ل 22 أكتوبر من كل سنة بقاعة الاجتماعات بمديرية الجامعة. الحفل تم فيه تكريم الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام وحضره كل المدعوين من الأسرة الجامعية والإعلامية. التقرير لهاجر معطلة. بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق للثاني والعشرين من أكتوبر من كل سنة، نظمت جامعة قصد مرباح ورقلة يوم 24 من أكتوبر بقاعة الاجتماعات بمديرية الجامعة احتفالية خاصة بالمناسبة، تكرم فيها الصحفيين من مختلف وسائل الأعلام المكتوبة السمعية السمعية البصرية والإلكترونية. الحفل حضره جميع المدعوين من الأسرة الإعلامية وكذا الأسرة الجامعية.
هنأ في هذا اللقاء الودي الأخوي في كلمته أثناء الأستاذ مراد قريشي نائب المدير المكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون على الجهود التي يبذلها الصحفيون في مختلف وسائل الأعلام في سبيل تعزيز الديناميكية التنموية والمحلية وسعيهم الدؤوب في صناعة التغيير لا سيما ما تعلق بالجامعة، مؤكدا على الدور الذي يلعبه الإعلام في التحسين وتنوير الرأي العام، متمنيا مزيدا من التقدم والتطور والارتقاء للصحافة في بلادنا عامة وفي ولايتنا خاصة. وتم عرض ملخص عن جميع نشاطات وأعمال مركز السمعي البصري بالجامعة، خاصة الدورات التدريبية لطلبة الإعلام ونشرة حصاد الأسبوع. قدمت الكلمة لمختلف أعضاء الأسرة الإعلامية طرحوا من خلالها آراءهم وتطلعاتهم تجاه عملهم الصحفي، ليتم تسليم جوائز وتكريمات رمزية للأسرة الإعلامية وكذا من ساهموا في إبراز صورة وصوت الجامعة مركز السمعي البصري نظير مجهوداتهم وعملهم في مهنتهم النبيلة. نظمت المديرية الفرعية للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية لجامعة قصد مرباح من 25 إلى 27 أكتوبر دورة تكوينية لمسؤولي مصالحها على مستوى الكليات والمعاهد في كيفية تحضير التظاهرات الثقافية والرياضية. لمزيد من التفاصيل في تقرير سامي الثقيل. السيد رئيس مركز السمعي البصري في كلمة. نظمت المديرية الفرعية للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية لجامعة قصد مرباح وعلى رأسها السيد محمد صالحي أيام 25-26-27 أكتوبر 2022 دورة تكوينية لمسؤولي مصالحها على مستوى الكليات والمعاهد في كيفية تحضير التظاهرات الثقافية والرياضية، حيث يؤثرهم إطارات من مديرية الشباب والرياضة السيد عبد السلام كنوش والسيد حمزة جوجيل. يهدف اللقاء إلى معرفة وتسهيل كيفية تنظيم المسابقات الثقافية والرياضية وجميع المعلومات التي تخص هذه الأخيرة بكل أنواعها. جامعة ورقلة تحيي الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. المديرية الفرعية للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية بجامعة ورقلة تنظم دورة تكوينية لمسؤولي مصالحها في كيفية تحضير التظاهرات الثقافية والرياضية. وفي النشاط العلمي ندوة جهوية لجامعة الشرق حول مشروع إيزاغوب بجامعة ورقلة. وفي التعاون الجامعي مدير جامعة ورقلة البروفيسور محمد الطاهر حليلات يمضي اتفاقية مع المدرسة الوطنية للمهندسين وكذا مع مركز البحث في تهيئة الأقليم بقسنطينة. وتتابعون معنا أيضا جامعة ورقلة تحتضن حفل تخرج ثاني دفعة أطباء بقاعة المؤتمرات الكبرى. معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ينظم يوما دراسيا بعنوان أهمية الإسعافات الأولية والأمن والسلامة في الوسط الجامعي. جامعة ورقلة تحيي اليوم الوطني للصحافة. ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. شكراً على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.